إذا نتعرف تاليا على مشروع الطريق الجديد التي تربط بين السعودية وعمان، إذا بتكلفة بلغت نحو 2 ملياري ريال سعودي انتهت وزارة النقل من تنفيذ طريق بطحة شيبة أم الزمول والذي يربط السعودية مع سلطنة عمان. يبلغ طول الطريق 564 كيلومترا ويبدأ من طريق البطحة حرض محاذيا لحدود دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان. استكمال الطريق اعتبر تحديا لوزارة النقل السعودية لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي التي يمر بها مسار هذا الطريق. ويأتي المشروع الاستراتيجي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030. وزارة النقل عزمت على تنفيذ المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية لتنمية قطاع النقل في المملكة، كما سيكون لهذا الطريق دور بارز في تسهيل حركة مرور الحجاج والسياح بين البلدين وتحفيز النقل التجاري بين السعودية وعمان. عدد ساعات العمل في هذا المشروع بلغت 1,300,000 ساعة عمل، كما استخدمت 750 من المعدات الثقيلة التي تلائم جغرافية صحراء الربع الخالي، كما كانت كميات الرمال المتحركة المنقولة كذلك لتنفيذ جسر الطريق وصلت إلى 130 مليون متر مكعب، وكذلك 12 مليون متر مكعب لكميات مواد حماية الرمال ومليون متر مكعب لطبقات الأسفلت، كما تم تزويد الطريق بكافة وسائل الأمن والسلامة المرورية، وتمت إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلومترا لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان. طبعا بتنفيذ هذا الطريق الاستراتيجي تكون المملكة قد استكملت حلقات الربط بين كل دول مجلس التعاون الخليجي بطرق برية على مستوى عال من الجودة والأمان.